ما عندنا احصائيه دقيقه. النسبه كلش هائله، وهسه حاليا جاي يعتبر من ضمن الوبائيات. قبل تقريبا 60 سنه بال 1934 كانت النسبه من 1 ل 10000 طفل بالدراسات. حاليا تقريبا كل 50 طفل اكو طفل مصاب بالتوحد، فزياده مرعبه. كل 50 طفل واحد. أي. والوبائيات ولحد الان زين، هل يعني لحد الان ما اتخذنا اجراءات لازمه؟ احنا زين، ليش احنا بالعراق مرتفع عندنا لهالدرجه؟ يعني من هو بكل العالم مرتفع، هو بكل العالم مرتفع، مو فقط بالعراق. جاي اقول لك دراسه عالميه، يعني واحد كل 50 طفل، ما جاي اقول لك دراسه بالعراق، يعني هو وبائي بكل العالم، فهو مرض يعني موجود يعني بكل العالم. زين بالعراق ايش قد؟ بالعراق جاي نشوف كلش حالات بمركز التوحد، كلش هواي، يعني انا كل 10 اطفال اشوف لي 2 توحد. زين شنو اسبابه دكتوره؟ بالعراق هو قلت جينيه، هو جينيه وعوامل بيئيه، اللي هي ممكن انه اثناء الحمل الام عندها امراض، يعني مثل ضغط، سكر، اي مرض من الامراض، ممكن انه عدم تطابق الدم بين الام والاب، ممكن زواج الاقارب، ممكن عمر الام وعمر الاب كبيرين من يعني ينجبون الطفل عاده، يعني مثلا فوق ال 35، فوق ال 40 سنه يعني ينجبون طفلهم مثلا، يصير عندهم توحد.